السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو تمارين ديال الاشتقاق باش نحاولو نفهمو شويه الدرس ديال الاشتقاق اللي ديجا درناه في الفيديو اللي فات. صافي الشباب، ناخدو التمرين الاول. التمرين الاول لدينا الداله المعرفه باجزاء تساوي ليا راسين ديال 3 بلس اكس ناقص 2 على اكس ناقص 1، بحيث هاد اف هادي معرفة في المجال عندما اكس ينتمي الى 0 2 باستثناء 1، مفهوم الشباب؟ و اف دو 1 كتساوي ليا 1/4، يعني هادو معطيات عطاهم لينا في الدالة. السؤال الأول قال لك سيدي بين أن اف قابلة للاشتقاق، بين أن اف قابلة للاشتقاق فين؟ في هاد النقطة هادي، يعني في النقطة 1، مفهوم الشباب؟ دراسة قابلة للاشتقاق يعني شنو؟ يعني غادي نمشي ديريكت نحسب ليميت، يعني داك التعريف ديال الاشتقاق، يعني كتساوي هي اف دو اكس ناقص اف دو اكس 0 سيغ اكس موان اكس 0، هذا هو التعريف العام. في الدالة اللي عندنا او الاشتقاق اللي غادي قابل الاشتقاق اللي غادي ندرسوها، غندرسوها في 1، يعني عندما يؤول اكس الى 1 ديال اش ديال اف دو اكس ناقص اف دو 1 اف دو اكس ناقص اف دو 1 على اكس ناقص 1، مفهوم الشباب؟ هاي كيف ما كنعرفو راه هي اف بريم، اف بريم دو 1. ملي غنجي نحسب دابا الليميت، ملي غنجي دابا نحسب الليميت غنجي نعوض كل حاجة بالدالة ديالها. اف دو اكس نعوضها، اش كتساوي ليا اف دو اكس؟ هي الراسين ديال 3 بلس اكس ناقص 2 سيغ اكس موان زا ناقص اف دو 1. اف دو 1 عطاوها لينا كتساوي ليا سوغ 4 على اكس موان زا، فهم الشباب؟ دونك غير حساب، هادشي غير حساب، يعني ليميت عندما يؤول اكس الى 1 غنوحد المقام هنا، مقام موحد اللي هو اكس موان زا 4 راسين دو، يعني انا نضرب في 4، يعني 4 راسين دو 3 بلس اكس موان 8 ناقص اكس موان زا لوتو سيغ اكس موان زا، يعني شنو غادي يعطينا؟ كيف ما كنعرفو الى جاب الله كانت عندنا ا سيغ بي لوتو سيغ سي، اش كيعطيني هادشي؟ كتبقى الفوق او كتولي او كتساوي هي ا سيغ بي مضروبة في ان سيغ سي، مفهوم؟ كي بحال غير فرقتها وصافي، يعني هادي نزلتها لتحت وضربتها، يعني كتساوي لي نزلت ا سيغ بي ونضربها في ان سيغ سي، ولا كندير ا في المقلوب ديال الثاني بي في سي، مفهوم الشباب؟ دونك ليميت عندما يؤول اكس الى 1 هنا غادي تخرج ليا بانها كتساوي هي 4 عامل لي اكس موان زا فوا اكس موان زا، حيتاش بي هنايا و سي هنايا، هي بي هي 4 اكس موان زا و سي هي اكس موان زا، يعني عندي اكس موان زا كتعاود يعني او كاري، الجداء ديالهم 4 في اكس موان زا او كاري. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب عادي نشوف شنو غادي تعطيني. راسين دو اكس ناقص اكس ناقص ناقص هي زائد، يعني زائد 1 ناقص 8، يعني ناقص 8 زائد 1 هي ناقص 7، مفهوم الشباب؟ عندما يؤول اكس الى 1 في الدالة هادي غنجي نعوض اكس بواحد تعطيني هنا لتحت 0، والفوق الى عوضت بواحد غيعطيني 1 زائد 3 اللي هي 4، راسين دو 4 يعطيني 2، يعني 4 فوا 2 هي 8 ناقص 1 ناقص 8 اللي هي موان 8، 8 ناقص 8 كيعطيك 0، يعني شكل غير محدد. غادي نحاول انا نضرب في المرافق، المرافق ديال هاد العدد هذا. دونك عندما يؤول اكس الى 1 نضرب في المرافق، كيف ما كتعرفوا المرافق شنو هو؟ الا كان عندي ا بلس بي
كنضرب في A موان B والعكس صحيح، اش كتساوي ليا؟ هي A كاري موان B أس اتنان، مفهوم الشباب؟ دونك نجي نحسب ديريك، يعني هذه هي A هذه هي B، باش ندير هذه هي B يعني موان، انا اعتبر هذه هي A موان B، باش نعمل بالموان غندير واحد البلوس هنا، يعني ملي غادي يدخل الناقص على اكس ويدخل على 7 ويدخل على 7 يولي يرجع ليا الناقص كيف ما كان في الاول، مفهوم الشباب؟ يعني غندير ناقص اكس زائد 7 وهذه 4 راسين ديال 3 زائد اكس، مفهوم الشباب؟ يعني اذا ضربت في المرافق ا او كاري ناقص بي او كاري على هذا الشكل، هذه يعني غنضرب في المرافق ديالو اللي هو 4 راسين ديال 3 اي زائد اكس زائد اكس زائد 7، نضرب فيها الفوق ونضربها لتحت، نضرب ونقسم عليها باش تعطيني هذه او كاري شنو هي؟ 4 اس 2 16 راسين دو 3 بلس اكس او كاري تعطي لا فالور ابسولي ديال 3 بلس اكس ناقص هذه او كاري شنو هي؟ هي اكس زائد 7 لو تو كاري لتحت اش تعطيني؟ 4 عامل ل اكس ناقص 1 او كاري مضروبه في المرافق اللي ضربنا فيه الفوق اللي هو اكس 4 زائد 3 زائد اي 4 عامل 3 زائد اكس زائد كان عندي ناقص يعني ضربت في الزائد زائد اكس زائد 7 هذه في المقام نمشيو معها، يعني الليميت عندما يؤول اكس الى 1 تعطيني اكس يؤول الى 1 يعني اكس ستريكتومون بوزيتيف يعني ستريكتومون سوبيريور ا 0 عندما يكون اكس اكبر من 0 يعني هذا الشيء اللي لداخل ديال القيمه المطلقه يعني اكبر قطعه من الصفر يعني يساوي يعني غادي نحيد القيمه المطلقه بلا ما ندخل الناقص حيتاش كيف ما كنعرفوا لا فالو غابسو ديال اكس اش كتساوي ليا جوج حالات كيساوي ليا ناقص اكس عندما يكون اكس سالب كيساوي ليا اكس عندما يكون اكس بوزيتيف مفهوم الشباب يعني عندما يكون اكس ينتمي الى المجال 0 بلس لانفيني يعني راه لا فالو غابسو ديال اكس تعطينا اكس ولكن اكس ينتمي الى المجال 0 موان لانفيني فان لا فالور كوم سيديك ستعطيني موان اكس دونك هنايا 3 بلس اكس في هذا المجال اللي هو عندما يؤول اكس الى 1 يعني اكبر قطعا من الزيرو يعني غادي نحيد لا فالور سولي يعني حتى شي اشكال يعني غادي نعمل غادي ننشر ديريكت يعني 3 في 16 16 في 3 زائد 16 اكس ناقص وننشر هاد المتطابقة الهامة A أو كاري زائد B أو كاري اللي هي A كاري A زائد B لو تو كاري اللي هي A كاري بلس B كاري بلس 2AB يعني هي كتساوي ناقص X كاري زائد نعمل زائد 7 أو كاري زائد 14X فما شباب عملت بالناقص اللي هو معمل به هنا عندي شي إشكال دونك 4 عامل X ناقص 1 أو كاري 4 راسين دو 3 بلس اكس بلس اكس بلس 7 فهم الشباب يعني غير كنمشي كنحسب وصافي يعني بحال غير دابا كنخدمو هاد التمرين هذا باش نشوفو كيفاش كنجاوبو على المسائل هادي باش دابا هنا يترى فيه اشتقاق وفيه ليميت وفيه شحال ديال الامور حيتاش لي ليميت راه مهمين تاهما بزاف ما عيناش الشباب نحسبو هادشي دونك غادي نجي نحسب عادي اكس عندما يؤول اكس الى 1 ديالاش 16 في 3 48 زائد 16 اكس ناقص اكس اس 2 هاد الناقص غادي تنشر يعني ناقص 7 اكس كاري اللي هي 49 ناقص 14 اكس على اكس ناقص 1 اس 2 عامل هذاك العجب المهم حنا نكتبو يمكن لك دير دابا هادشي في الوسخ ولكن من الاحسن لا غيداكسيون حيتاش في التحرير في الامتحان او في الفرض ضروري خصك دير هادشي ولكن يمكن لك تنقص دي زيطاب بحال هاد لي طاب هادي كتنقصها ودير ديرك شحال كيساوي تحسبها في الوسخ ولا شي حاجه المهم ما كاين حتى شي اشكال دونك
سوي لي هاد الرباطه، يعني هي اكس يؤول الى واحد، غنحسب هادشي اللي الفوق. عندي 48 ناقص 47 شحال هي؟ ناقص واحد. غنبدا موان اكس كاري. عندي 16 اكس ناقص 14 اكس هي ناقص 2 اكس. 16 اكس ناقص 14 اكس 2 اكس ناقص هاد واحد. 48 ناقص 49 هي ناقص واحد. فهم الشباب؟ عامل لتحت في المقام اكس ناقص واحد أس اتنان، عامل لربعة، عامل لتلاتة، زائد اكس زائد اكس زائد سبعة. مفهوم؟ هنا كتبان لي بأن على الشكل متطابقة هامة. مفهوم الشباب؟ هنا عندي راه ناقص زائد زائد جوج اكس، حيت 16 اكس ناقص 14 تعطيك 2 اكس. مفهوم؟ كتساوي ليا ليميت عندما يؤول اكس الى واحد ديال اش. هادي عبارة عن متطابقة هامة. نعمل بالناقص اللي هي اكس كاري ناقص 2 اكس زائد واحد، وهادي على شكل متطابقة هامة اللي كتساوي ليا اكس ناقص واحد أس اتنان. فهم الشباب؟ نجي نشر هاد اكس ناقص واحد أس اتنان تعطيني هي اكس كاري ناقص جوج اكس فوا واحد اللي هي جوج اكس بلس اللي هي هادي. مفهوم؟ على أربعة عامل لي إكس ناقص واحد أس اتنان، عامل لي أربعة تروا زيك تروا بلس إكس بلس إكس بلس سات. فهم الشباب؟ يعني الفوق تكون عندي ناقص، نكتبوها ماشي مشكل، ناقص ديال إكس ناقص واحد الكل أس اتنان على أربعة عامل لي إكس ناقص واحد الكل أس اتنان، عامل لي هاد العجب، يعني راسين ديال تلاتة زائد إكس زائد إكس زائد سبعة. غادي نختزل بإكس ناقص واحد الفوق والتحت، باش تعطيني اللي هي الليميت عندما يؤول إكس إلى واحد. يبقى لي الفوق ناقص، حيتاش راه هي ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص واحد أس اتنان. نختزل بإكس ناقص واحد أو كاري الفوق والتحت، تبقى لي ناقص واحد، والتحت غيبقى لي ربعة عامل لربعة راسين ديال تلاتة زائد إكس زائد إكس زائد سبعة. إلا جيت عوضت إكس بواحد غيعطيني شكل محدد. مفهوم الشباب؟ نجي نعوض بواحد هنا، هي ناقص واحد على أربعة عامل لربعة راسين ديال تلاتة زائد واحد اللي هي أربعة اللي هي دو. المهم هي ندير راسين دو أربعة بلس واحد زائد سبعة اللي هي ثمانية، يعني زائد ثمانية. فما الشباب؟ تعطيك ناقص واحد على أربعة في دو هي ويت بلس ويت هي سايز، مضروبة في ربعة 16 مضروبة في ربعة اللي هي كتساوي ليا ناقص واحد على أربعة وستين. ومنه اف قابل الاشتقاق في النقطة واحد. مفهوم الشباب؟ يعني جينا حسبنا اف بريم، جينا حسبنا اف بريم ديال واحد من بعد هاد الليميت وهاد العجب هذا كامل، عطاتني كتساوي ليا ناقص واحد على 64. دونك اف اش كاين ليا؟ ان اف قابل للاشتقاق في النقطة، في النقطة واحد، ياك. وشنو هو التأويل الهندسي؟ و اف تقبل مماس عند النقطة ذات الأفصول. ذات الأفصول شنو؟ أفصول واحد، أفصول واحد، والأرتوب هو اف دو واحد ماشي اف بريم دو واحد، لا اف دو واحد. يعني كنمشي نحسب اف دو واحد، وشحال هي اف دو واحد؟ عطاوها لينا من قبل كتساوي واحد على أربعة. مفهوم الشباب؟ عطيك واحد على أربعة، يعني هاد نعتبرو هاد النقطة هاد نسميوها أ، يعني أ ذات الإحداثيات واحد، واحد على أربعة. مفهوم الشباب؟ تقبلوا مماس في النقطة ذات الأفصول، يعني داك وداك المماس شناهي المعادلة ديالو؟ نسميوه إكغي، كيساوي ليا
كما شفنا في التعريف او في الدرس، كتساوي اف بريم ديال اكس زيرو اللي هي واحد عامل لي اكس ناقص اكس زيرو اللي هو واحد زائد اف دو اكس زيرو اللي هو واحد. مفهوم الشباب؟ اش كتساوي لي هذه المشتقة؟ هذه اف بريم دو واحد اش كتساوي لي؟ ناقص واحد على 64 عامل لي اكس ناقص واحد زائد اف دو واحد اللي عندنا اللي هي واحد على 4. مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو المماس ديال النقطة واحد واحد على 4. مفهوم؟ يمكن لي الرسم دابا انا هذا من دون اشكال، ودابا صافي هادشي راه دابا من بعد كان افونسيو في التمرين، يعني الا كان التمرين كامل مكمول هادشي فاش كينفعنا، يعني هادشي بحال الامور هادو كنحاول انني المهم انني نعلمهم باش ما ننساهم، يعني بحال هاد المماسات هادو وهاد النقط هادو كينفعوني في الديسان، يعني في ملي كنرسم التمثيل المبياني كينفعوني هاد الامور، وهادي لا سهله الرسمها، يعني داله تالفيه ما كاين فيها حتى شي اشكال. يكفي لي انا نعوض واحد النقطه اكس بشي نقطه زيرو واحد اللي بغيت، ونعطي المسائل. مفهوم الشباب؟ ونعطي إكريك شحال يعطيني. مفهوم؟ وهاد النقطة كنمشي كنعلمها في المعلم ديريكت، يعني النقطة واحد كنمشي نقلب على واحد هنا، أن كاتخ كانت تقريبا هي هادي. المهم دابا هادي النقطة أ، ولكن المماس ما عرفناش كيفاش داير، واش أفقي ولا عمودي ولا كيفاش داير. كفكرة نسيت ما درتش في الدرس، ديما الا عطاتني دابا نسينا، عرفنا بان اف بريم كيف ما كانت باش تكون قابله للاشتقاق ستعطيني واحد ال ينتمي الى اخ. مفهوم؟ واذا كانت اف بريم دروات يخالف اف بريم غوش، يعني غير قابله للاشتقاق، غير قابله للاشتقاق. واذا كانت اف بريم كتساوي لا بلوز او موان لانفيني، غير قابله للاشتقاق. وعرفنا التاويلات الهندسيه ديالها، يعني كتقبل نصف مماس، هذه نصف مماس، يعني اف بريم دروات معادلته هي نفسها، غير اف بريم دروات هو المعامل الموجه ديال المماس اللي على اليمين، و اف بريم غوش هو المعامل الموجه ديال المماس اللي على اليسار. مفهوم الشباب؟ غير اف بريم الى جاب الله عطاتني دابا حسبت اف بريم ديال واحد النقطه اكس زيرو عطاتني زيرو، التاويل الهندسي ديال هذه كتساوي التاويل الهندسي ديال هاد لوكا هادي، يعني اف تقبل مماسا افقيا. مفهوم؟ مماسا افقيا في النقطة اكس زيرو اف دو اكس زيرو. مفهوم الشباب؟ هادي نسيت ما درتهاش انا في الدرس، حيتاش حتى هادي راه مهمة. مماس افقي يعني راه غادي الدالة كان جاية ونازلة لاكس زيرو اف دو اكس زيرو غتكون مماسة بحال هكا وطالعة، او كتكون جاية طالعة من الفوق ونازلة. مفهوم؟ هذا كيتسمى مماس، مماس افقي. مفهوم الشباب؟ غنديروا تمرين اخر وغادي نحاولوا افونسيو شويه فاش. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم الشباب.